كل نعمة، والصلاة والسلام على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة، رضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وعلينا معهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يذكر القراء من أهل القرآن بأنه إذا وصل الإنسان أثناء تلاوته لكلام الله عز وجل في ختمة قد بدأها إلى هذه السورة، أنه يبدأ بعد فراغه منها بأن يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم يقول: ولله الحمد، بعد كل سورة يقرأها بدءا من الضحى إلى آخر القرآن العظيم، وهو ما يسمى في عرف القراء بالتكبير. هذا يا أيها الإخوة، هذه القصة وهذه الرواية إسنادها ضعيف شديد الضعف، على كل هي من فضائل الأعمال لا بأس بها، ولكن لم يرد بها حديث يثبت من ناحية الأسانيد، وإنما يرويها القراء عن بعضهم البعض، وأصل من رواها هو في حفظه شيء، لذا قال أهل العلم بالحديث إنها من ناحية الرواية ليست بتلك الرواية الصحيحة. من أراد أن يفعلها لا حرج، كما قلنا فإنها من فضائل الأعمال. والضحى والليل إذا سجى، أما الواو فكما تعلمون فهي واو القسم التي يقسم الله بها سبحانه بما شاء من مخلوقاته لأمر يعلمه ولحكمة يوجه إليها خلقه كي يلتفتوا إلى هذا المخلوق العظيم فيعلموا ما أودع فيه سبحانه وتعالى من بديع الحكم وأسرار الصنعة الإلهية، فيعتبروا ويكونوا على أتم التذلل والانكسار لمن أبدع هذه المخلوقات وصنعها وخلقها سبحانه وتعالى. الضحى هو أول النهار، والنهار جماله وبهاؤه يكون في وقت الضحى، ولذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا الوقت المبارك، وقت الضحى. ووقت الضحى يبدأ عند أهل العلم من بعد إشراق الشمس بما يقرب من ربع ساعة أو ثلث ساعة على تقديرات بينهم، إلى ما قبل أذان الظهر بما يقرب أيضا من ربع ساعة. بعض الناس يصلي قبيل الظهر تماما، وهذا مكروه. وقت الضحى ينتهي قبيل الظهر بربع ساعة، وما قبل أذان الظهر بهذا الوقت تقريبا وقت كراهة للصلاة، الخير أن لا يصلي الإنسان فيه. قال: والضحى أقسم بهذا الوقت المبارك الذي يتجلى فيه النهار بجماله وبهائه وحسن طلعته على الدنيا، والليل إذا سجى. وسجى أي سكن، وسكون الليل يكون بعد أن يحل على الدنيا ويستقر، ولا يتم هذا إلا من العشاء فما بعد، فالليل حينها يسكن أي يستقر ويكون قد عم الدنيا كلها بظلامه. فالله سبحانه وتعالى يقسم بأول النهار وجماله وبالليل، وبخاصة من بعد أوله حينما يستقر ويحل. وما بين هذين الوقتين حياة الإنسان ومعاشهم، فالإنسان يعيش ما بين هذين الوقتين. فالله تعالى يقسم بالنهار ويقسم بالليل. والضحى والليل إذا سجى أي سكن وعم الدنيا بظلامه. في كل الأوقات في الصباح والمساء يشير الله تعالى إلى أنه قال: ما ودعك ربك وما قلى.
وذلك أن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أخرجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، اشتكى بمعنى مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة: ما أرى صاحبكم إلا قد ودعه ربه، أي هجره وتركه. بما أنه في هاتين الليلتين قد اشتكى وتألم فلم يستطع القيام فيهما، فهذه المرأة إما أن تكون كافرة أو منافقة، قالت تقول عن المسلمين: ما أرى صاحبكم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قد ودعه ربه. والودع هو الترك والهجر. انظروا أنتم تقولون ربه يحف به ويكرمه ويعطيه ويتنزل عليه وحيه في كل يوم، انظروا هاتان ليلتان مرتا ولم ينزل عليه شيء. فإذا قد ودعه ربه وتركه وهجره، لأنه هكذا زعم المرأة، لأنه ليس ذا قيمة عند ربه عز وجل. فأنزل الله تعالى يرد على هذه المرأة الفاجرة وعلى كل مدع كاذب يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربه تعالى قد هجره أو ودعه أو تركه، قال: ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك، وما قلا، أي وما قلاك، والقلا هو الهجر، أي وما هجرك وما تركك لنفسك ولا وكلك إليها، بل أنت دائما في عين رعايته وحفظه وإكرامه ومحوطته بك، أنت في كل الأحوال إلى ذلك. والآيات يا أيها الكرام فيها لفتة طيبة. الله تعالى يقسم بأول النهار بالضحى ويقسم بالليل إذا حل، والضحى كأنه إشارة إلى شباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مرحلة الشباب في حياته، والليل إذا سجى كأنها إشارة إلى مرحلة الشيخوخة وكبر السن في حياته. كأن الله تعالى يقول: إني لا أتخلى عنك لا في أول حياتك ولا في آخرها، فكن على ثقة وطمأنينة ورضا تام عما يكرمك الله سبحانه وتعالى به. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، أي ولآخر الحياة التي ستعيشها خير لك من أولها، أو الآخرة بالمعنى العام وهي التي سيؤوب إليها الإنسان بعد وفاته خير لك من الأولى، أي من حياة الدنيا التي تعيشها. وهذا أمر مقطوع به بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ما أعده الله تعالى له من النعيم المقيم في الجنة خير له وأبقى مما هو في الدنيا قد عاشه وتعرض له. وللآخرة خير لك من الأولى، كما قلنا على وجه من قال وعلى رأي من قال وللآخرة، أي وآخر حياتك خير من أولها، لا بأس بذلك، فإنه رأى في آخر حياته من فتح الله تعالى ونصره وإكرامه وإعزاز دينه وإكمال دينه ما يثلج صدره صلى الله عليه وسلم. وللآخرة بما أعده الله تعالى فيها من نعيم وخير لك خير لك من الأولى. ولذا كان هذا موضع نظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخرة تلك التي نسيها أكثرنا أو تناساها. ما دامت الآخرة خيرا لك من الأولى فإذا فليكن حرصك عليها، فكان حرصه عليها. وهذا ما ينبغي لنا الاقتداء به، أن تكون الآخرة أهم وأغلى عندنا من الأولى من الحياة الدنيا. مرة نام على حصير في أرض بيته، فلما استيقظ
أثر ذلك في جنبه، نظروا الحصير رقيق أثر في وجهه وفي يديه وفي جنبه، فقالوا يا نبي الله لو أشرت لنا لرفعنا لك الحصير، يعني طوينا أو وضعنا فوقه شيئا كي تستريح أكثر. فقال ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم مضى وتركها، هذه الدنيا عندي. المسافر حينما يكون في مكان ويرى شجرة ينزل فيستريح تحتها ساعة من نهار ثم يمضي، هو لا يريد الشجرة ولا تهمه أصلا، لكن أراد أن يستريح فيها قليلا. والدنيا عندي بمثابتي هي استراحة المسافر. ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. لكن سبحان الله حينما نقيس ذلك على أنفسنا نجد الأمر مختلفا جدا، ونجد أن الدنيا هي المقصود، إن لم تكن الأول فهي عند كثير من الناس المقصود الوحيد والعياذ بالله تعالى، لا تخطر له الآخرة على بال، ولا يتذكر أنه سيقابل الله تعالى ليسأل عن عمله أو ليهتم بإصلاح عمله أصلا، ما له وجهة إلا الدنيا. قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لابد أن أنوه، وتذكرون من قديم كان لنا جلسات وحلقات بفضل الله تعالى تكلمنا فيها عن أحاديث موضوعة، ولا بد من التنويه، وإن كان هذا الكلام ساريا فالأهمية تزيد حينما ينبه على كلام سار خاطئ. يروي بعض طلبة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما نزلت عليه هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، أنه قال هكذا يروون لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وهذا الكلام غير صحيح، مو غير صحيح يعني الحديث ضعيف، هذا كذب لا يصح عن رسول الله أصلا. وإلا فالظالمون المجرمون السارقون المعتدون من أمة محمد كثيرون، فإن كانوا كلهم لن يعذبوا بالنار فكل المجرمين يقولون أنا من أمة محمد لن أعذب في النار، فلأفعل ما شئت. هذا يخالف حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره في الأشياء، فهذه الرواية لا تصح، هي رواية مكذوبة. لكن هل هذا يعني، وهو تنبيه مهم، هل هذا يعني أن لا شفاعة، أن لا رأفة، أن لا رحمة؟ هذا لا يعني ذلك أبدا. أخرج الإمام مسلم، وهو حديث صحيح نحفظه بدل تلك الرواية الخاطئة، أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى عن إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي، وجعل يبكي صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن انزل إليه وسله ما يبكيه. الحديث في مسلم ونحفظه بدل تلك الرواية. فنزل جبريل فقال إن ربك يسألك ما يبكيك، فقال يا رب أمتي أمتي. فسأل جبريل ربه فقال له قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك،
وكفى بهذا الكلام من رب الأرباب سبحانه وتعالى بشارة لكل مسلم موحد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. حينما ذكر قول هذين الصالحين إبراهيم عليه السلام وعيسى، ذكر أمته وشفق عليهم أن ينالوا من العذاب والشدة، فأشار إليه: ستكون مطمئنا عليهم فلا تغضب ولا تحزن، ولسوف يعطيك ربك فترضى من كل خير. ثم ذكره وعدد نعمته، وهذا شأن الربوبية مع العبودية. مهما على شأن العبد يا أيها الكرام يبقى عبدا. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم تكن في يوم من الأيام ضعيفا يتيما لم يبق لك أحد يعطف ويهتم بك، فآواك إليه وأكرمك وسخر لك الناس الذين زرعت في قلوبهم الشفقة والرحمة عليك؟ وانظروا إلى حياته صلى الله عليه وسلم، كيف نشأ؟ فمات أبوه وهو في بطن أمه، ومن ثم ماتت أمه ولم يتجاوز 6 سنوات، ومن ثم مات جده ولم يتجاوز 8 سنوات، واليتم يتتابع عليه مرحلة فأخرى مرحلة فأخرى. لذا ذكره الله تعالى: تذكر أنت سترضى بالنعمة التي سأعطيك إياها، وتذكر كيف عشت من قديم لما كنت صغيرا، ألم تكن يتيما ولم تكن النبوة قد نزلت عليك، ولكني سخرت لك من يعطف عليك ويحوطك ويكرمك ويهتم بأمرك، وآويتك إلى رحمتي وفضلي. ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك، ووجدك ضالا فهدى. وهنا لا بد أن نؤكد على مسألة مهمة يدخل منها بعض الطاعنين والمشككين في شأن الدين الحنيف، فيقولون: الله تعالى قال ووجدك ضالا فهدى، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا في يوم من الأيام. هذا يا أيها الإخوة إن كان الذي يقوله قد تفحم معناه وأدركه، فهو والعياذ بالله سبحانه وتعالى هو في نفسه ضال مضل. قال: لما أنا أقول ما قاله الله؟ هذا الرجل يقول: أنا أقول ما قاله الله تعالى ووجدك ضالا فهدى. هنا ليس الضلال بمعنى الفجور والفسق كما يخطر في بالنا أو في بال بعض الناس، يقولون فلان ضال يعني فاجر فاسق، يشرب الخمر، يقع في الزنا، يأكل الحرام، يأخذ أموال الناس، هذا الضلال الذي يخطر في بال أكثر الناس. ليس الضلال هنا بهذا المعنى، وإنما المقصود بالضلال هنا عدم معرفة شريعة الله قبل أن تنزل عليه لما بلغ 40 سنة. أمضى 40 سنة من حياته ولا يدري، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف ذلك، كان يتعبد في غار حراء، ولكن بما، ما هو شكل الصلاة والعبادة، لا يدريها لا يعرفها، ما هي أوصاف الله تعالى التي أمر بأن يطلع عليها، لا يدريها، هو يتعبد بما يسمع وبما بقي له من دين إبراهيم عليه السلام، ويوحد الله تعالى وهو أعظم أنواع العبادة، لكن غير ذلك تفاصيل العبادة، تفاصيل الدعاء، تفاصيل الدعوة إلى الله، تفاصيل الذكر والتوجه إلى الله، كل هذا لا يعرفه. فهذا الضلال هنا بهذا المعنى، عدم معرفة الشريعة قبل أن تنزل إليه. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء فينظر يمينا ويسارا ويتأمل في خلق الله، ويرجو أن ينزل عليه من وحي الله ما يثلج صدره ويسدد خطاه إلى أحسن ما يكون، فأكرمه الله بذلك. قال: ووجدك ضالا، أي لا تعرف شريعة الله تعالى قبل أن تنزل، فأنزلها عليك
فكانت بإذنه سببا في هدايتك إلى أحسن الأوصاف والأعمال والأقوال والأفعال، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وعائلا بمعنى فقيرا. الله سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله تعالى من فضله. نعم، العيلة هي الفقر، وعائلا هنا بمعنى فقيرا. ووجدك عائلا فأغنى، أكرمه الله تعالى بأن سخر له من فضله ومن رزقه ما أغناه به عن خلقه، وأغناه بشيء أعظم من الأموال. قال: ما هو؟ هو رضا النفس عن الله عز وجل، كما أخرج الإمام أحمد وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ينبغي أن يوضع صدرا في عقل الإنسان: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض الفلوس الأموال، ليس هذا الغنى. كم من الناس من يمتلك الملايين بل والمليارات، لكن غناه ليس غنى حقيقيا. لما تراه على شدة غناه؟ إذا رأى إنسانا معه شيء ينظر إليه بنظر الحرص والطمع، ويتمنى أن يأخذ مال ذاك الرجل إليه. هل هذا غني حقا؟ هذا فقير. هذا الذي يطمع في أموال الناس رغم كثرة المال الذي بين يديه، وهو شأن أكثر الناس، هذا ليس غنيا. إنما الغنى غنى النفس، أي عفتها. العفة يا أيها الكرام شأن عظيم. ووجدك عائلا فقيرا فأغناك من فضله بمال، وبما هو أعظم من المال، وهو غنى نفسك عن التطلع إلى الناس. فما كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى شأن الدنيا أبدا، كما علمه ووجهه ربه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الحقيقة يا أيها الإخوة، من جرب هذا والله يجد راحة ما بعدها راحة، والله الذي لا إله إلا هو، ولا يعرف إلا من جرب. جرب ذلك في نفسك وعودها، تجد في ذلك فضلا عظيما من الله عليك. لا تلتفت إلى ما في أيدي الناس، لا تقول فلان ما شاء الله جاء إيش قد عنده، لك يكون عنده قصور الدنيا، ما لك وله، ما شأنك وشأنه؟ ألست تجد طعاما يكفيك وبيتا يؤويك والحمد لله لا تشكو من مرض؟ قال: نعم. لك أنت قد حيزت لك الدنيا، فليكن عنده ما عنده. كم من الناس من أسمعه ما شاء الله فلان وما بيعطي، لا يعطي، ايش بدك منه؟ هو سيسأل أمام الله، أنت ستحاسبه؟ لا يعطي يا أخي، أم تريد أن يعطيك أنت؟ شيء آخر، لأنك طامع، لأنك من أهل الطمع، لأنك لست من أهل غنى النفس. ما شاء الله سيار، طيار، ايش بدك منه؟ سيارة وغير سيارة، ما لك وله يا أخي، ما لك وللناس، ما لي وللبرايا، غبار ترب بتربي، كلهم تراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أبصر، فإنك مأكول ومشروب، ما يهمك ذلك. ووجدك عائلا فأغناك بفضله ورحمته وعفة نفسك عما في أيدي الناس. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، فكما كنت يتيما فإذا وجدت اليتيم فأكرمه. وقد تتالت الأوامر الإلهية بالعناية باليتيم، كما تذكرون في سورة الفجر، في سورة البلد، وكذا هنا في سورة الضحى. ولولا أن رب العزة يعلم أن هذا اليتيم يصبح موضعا لاستذلال الناس لما أكثر الوصاة به. معظم الناس لما لا يبقى له أب وأم وأهل يرعونه ويتيتم، يستذله الصغير والكبير، وفلان يأكل ماله، وفلان يعتدي عليه، وفلان يشتمه، وفلان يهينه، وفلان يطرده، وفلان إذا وجده يستحق مالا يأخذه ويخفيه عنه، وهكذا.
فأما اليتيم فلا تقهر، أنت ذقت مرارة اليتم فلذا أكرم اليتيم، وكان هذا فعله ولم يقصر في ذلك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وكذا هو وجدك عائلا فقيرا فأغناك من فضله، فإذا جاءك الفقير الذي كنت تشبهه فلا تنهر، أي فلا تقسو عليه بالكلام، ولا تعنفه، ولا تشتمه، ولا تستذله. وقد قلتها مرارا يا أيها الإخوة، السائل الذي يطلب من الناس، كم أسمع بعض الإخوة يقول له إذا وجده، رونا لع أنت كذاب أنت كذا، لك يا أخي لا تقل له هذا، قال إيه كذاب، إيه أدري كذاب، أنا أدري أنه كذاب وأعرف، وهو صاحب صنعة ليس فقيرا هذا السائل. لكن بدل أن تقول له هذه الكلمة، أنت لن تعطيه، قل رزقك الله وامضي في طريقك، أليس هذا خيرا لك؟ كلمة طيبة وهي صدقة، وأغنيته بهذه الكلمة يا أخي، وأنت لن تعطيه، لن تعطيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما تشتمه وتنهره وتستذله وتطرده، كم من الناس من يفعل ذلك؟ هذا لا ينبغي للمسلم. وأما السائل فلا تنهر، يا أخي رزقك الله، يسر الله أمرك، هيأ الله لك الخير. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كذا هذه الآية الطيبة العظيمة، بعض الناس يفهمها على غير وجهها، فيظن أنه يحدث بنعم الله عليه، هكذا يدعي، وإنما هو في قرارة نفسه يقصد أن يستعلي على عبيد الله. كيف؟ هو من الأغنياء مثلا، الحمد لله امبارح أكلنا لحمة، كل يوم ناكل لحمة، إيش تقصد بهذا الكلام؟ قال وأما بنعمة ربك فحدث، تكذب والله تكذب، أنت تقصد أن تكسر قلوب فقراء أمامك لتستذلهم ولتستعلي عليهم، هذا ليس من التحدث بنعم الله. قال إيش إذن؟ وأما بنعمة ربك، انظر إلى التعبير الإلهي العظيم، لا تحدث عن النعمة ولكن انسبها إلى صاحبها، وأما بنعمة ربك فحدث، انسب النعمة إلى صاحبها ثم تحدث عنها منسوبة إلى صاحبها سبحانه. يعني إن كان بين يديك مال تصدق بهذا المال ثم قل الحمد لله الذي أغناني من فضله، واذكر أمام الناس إن كنت صادقا، أنا يا أخي كنت فقير في يوم الأيام، وكنت أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، واشتغلت بأعمال كثيرة، ثم رزقني الله تعالى وأكرمني وفتح علي، حينها تكون صادقا. أما كثير من الناس، من أين أنت؟ حلب جديدة. قبل 50 سنة في حلب جديدة، لك روحي أنت من أي حي؟ لا يسترضي أن يقول أنه كان فقيرا في حي فقير، وكان من الفقراء الذين يستحقون الصدقة، هو أكبر من ذلك، ويستدل بهذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث، هذا ليس استدلالا في موضعه، هذا إخراج للآية عن موضعها، أنت لا تريد أن تتذكر ما قدره الله عليك. حديث شهير جدا في قصة طويلة في آخره، قصة الأعمى والأبرصي وذاك الثالث، نعم الآخر، في ملخص القصة أن رجلا جاء يسألهم وهو ملك، فسأل الأول قال ورثت المال كابرا عن كابر، أنا أبوي جدي أغنية، والثاني هكذا، الثالث قال يا أخي خذ ما شئت من المال ودع ما شئت من المال، فهذا المال رزقني الله تعالى إياه، فوالله ما أتضايق، بمعنى ما أتضايق إن أخذت أو تركت، فهذا المال مال الله. هذا يستحق أن يحدث بنعمة ربه. أما الكذاب الدجال الذي يريد بالحديث عن نعمة الله أن يستكبر على عبيد الله فهذا كاذب، وليس في نعمة الله من شيء. وأما بنعمة ربك الذي أكرمك بها
فتذكر أنها منه، وحينها تحدث عنها لتشعر غيرك بأنها محض فضل منه سبحانه وتعالى. رزقنا الله تعالى شكر نعمته وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين.